وخلال كلمته استعرض وزير الخارجية جهود مصر الإنسانية منذ بدء الأزمة سواء على المستوى الإنساني أو الإغاثي ودعا عبد العاطي الأطراف السودانية كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية للسودان الشقيق إنني أدعوكم ومصر تدعوكم وتناشدكم وتناشدكم الله أن تعلوا جميعا مصلحة السودان ومصلحة الوطن السوداني واؤكد لكم ان مصر ستظل دائما وابدا داعمه للجهود الساعيه لعوده الاستقرار للسودان الشقيق ونتمنى دوما وابدا التقدم والازدهار والرفعه للسودان العظيم ولشعبه الكريم الشقيق